13 برايم أقول عليهم أحلى أيام حياتي مع أصعب أيام حياتي، مع ضغط، مع انبساط، مع فرح، مع كل حاجة. أنا شفت 13 برايم أحلى تبلغات عملتها، أحلى غنى غنيته والحمد لله. يعني ولا مرة قصرت، كنت قد المسؤولية، كنت مبسوطة جدا ومبسوطة أنا مروحة بلدي. بقول لكل الفانز يستناني، كل الناس تستناني، وأكيد صحابي هيوحشوني جدا. عمري ما زعلت إن أنا طلعت بدور الأم الحنونة، أو إن أنا كنت مع صحابي، لأن ده كان جوايا حقيقي. يعني ده شعور جوايا بيطلع من جوايا لوحده. يعني أنا بجد كنت دايما بحس إن أنا أم كله وخايفة على كله، وفعلا ببقى قلقانة على ده لما بيكون تعبان، أو قلقانة على ده لما بيكون مش قادر يغني أغنيته، أو بيبقى متردد، أو بيبقى قلقان. فأكيد لأ، ما بزعلش من ده خالص. صداقتي بمروان، مروان يعني رجولة، راجل جدع، كان أكتر واحد بيشجعني، بيقف جنبي في أي حاجة ببقى قلقانة فيها. يعني أنا عمري في حياتي ما كنت بقلق، بس ابتديت أقلق إن أنا أعمل حاجة غلط عشان ما أمشيش من الأكاديمي بسبب مروان. ونسيم كمان، يعني بالنسبة لي كانوا الاثنين ممكن، يعني أكتر اثنين هزعل عليهم مروان ونسيم. مروان أجدع شخص شفته في حياتي. صداقتي أنا ورفاييل، لأ دي من أول الأكاديمي. أنا ورفاييل لما بنبقى متضايقين بنبقى جنب بعض، يعني أياً كان، أياً حصل، بعدنا عن بعض أو ما بعدناش عن بعض، بنرجع مرجعنا لبعض. يعني لأني أنا ورفاييل شخصية واحدة، بنحس إن إحنا تفاعلتنا واحدة، جنوننا واحد، يلا نعمل يلا، ما بيفرقش معنا حاجة. فأنا ورفاييل أصحاب من أول ما دخلنا الأكاديمي. أنا وحنان مبدئياً، حنان اعترفت لي من كام يوم إنها ندمانة إنها فكرت فيا فكرة وحشة، أو موقف بين لها إن أنا صديقة وحشة، أو إن أنا ما بحبهاش أو كده. هي اعترفت من كام يوم إنها ندمانة، وأنا بحبها بجد، بحب حنان لأني شفت قلبها الطيب وقلبها الأبيض. بجد شخصية قلبها أبيض جداً، بس هي اللي في قلبها على لسانها زي صريحة. ربنا يوفقها، وهي أكيد ليها جمهور بره كبير، مش أنا اللي هقوله، وأكيد أنا هفتقدها كتير. أجمل صف بالنسبة لي في الأكاديمي صف هادي عوض. أكتر حاجة هشتقلها في الأكاديمي الجلي، غسيل المواعين. أقول الفانز استنوني إن شاء الله، أنا جاية لكم، ويا رب أكون شرفتكم وشرفت بلدي وكنت قد المسؤولية. وبشكركم جدا على دعمكم ليا من كل البلدان، مش بلدي بس، مش مصر بس، كل البلدان بشكركم جدا. وأنا هكون قد المسؤولية وهعمل حاجة تشرفكم وتخليكم فخورين بيا في يوم من الأيام. أكيد ثلاث أسامي الفينال: مروان، نسيم، هايدي. اسمين يكونوا في الحلقة الأخيرة: مروان ونسيم. إن شاء الله اللي هيحمل اللقب السيزون ده مروان إن شاء الله. أغنية كان مروان دايما بيغنيها لي هغنيها: يا حلوي شعرك داري يرضى عليكي، لا تنسي بغار عليكي من نسمات حتى ما تتغلغل فيه. أحبكم كتير، بتمنى من كل اللي بيحبوني ووقفوا جنبي يتابعوني على السوشيال ميديا. أكيد